طبازيري واسماعيل هلال شفنا الطنط ده 9 متر وشفنا شكله ايه؟ 100% ده في حاجه تحتيه بيحميه. السند الكوريدور اللي تحت ده حوالي 7 متر تحت ده، لكن احنا مارك لينر وديتريس روي وانا شفنا حاجه مهمه جدا في الاذر سايد اوف ذا شيفرون اون ذا فلور اون ذا نورث ذير از ا سكوير. السكوير ده متغطي بالدبش، السكوير ده مفيش فيه حجاره. وجود السكوير ده بيؤكد 100% ان في حاجه بيحميها التنل ده تحتيه. وانا بقول لكم ان انا بعتقد طول عمري ان حجره الدفن الخاصه بالملك خوفو لم يؤثر عليها حتى الان. مهم جدا احنا نتكلم على الهرم النهارده استخدام التكنولوجيا الحديثه. مشروع بدا من 2015، تم الكشف عن طريق سكان. ممر بيتكلم على 9 متر طول تقريبا بعرض 2 متر 10، ارتفاع البلوكات 140، ثم سقف جبلوني. معروف اثريا وعلميا انه الممر بسقف جبلوني ده بيخفف احمال لتخفيف الاوزان. هذا الممر بيخفف ضغط عن المدخل اللي بنزور منه حاليا، ولا بيخفف الضغط او الحمل عن حاجه لم تكتشف بعد؟ ده السؤال اللي عليه علامه استفهام كبيره.